الان في ساحه السلام بسرقاو تلبيه نداء ديال المبادره المغربيه النصره والدعم من اجل المشاركه في هذه المسيره التضامنيه مع الشعب الفلسطيني مع المقاومه في فلسطين للتعبير اولا عن الادانه ديالنا الكبيره والشديده الاجرام والاباده الذي يقوم به جيش الغاصب الصهيوني ضد المدني العزل في فلسطين، وكذلك للمطالبه الدوله المغربيه وكافه الدول العربيه الاسلاميه لتعزيز اشكال ديال التضامن ديال الدعم والمساهمه بشكل جماعي في رفع الحصار على الشعب ورفع الاباده على الشعب الفلسطيني، وكذلك للمطالبه كذلك وهذه احدى الاليات اللي ممكن انه بالنسبه لنا كالمغرب انه يعني يجرأها هي وقف تطبيع مع الكيان الصهيوني والاستدعاء ديال المكلف مكتب الاتصال المغربي في اقرب الاجال. هو هذا اقل الواجب تجاه ما تعرفه فلسطين كما قلت من اباده يوميه. اليوم كنتكلموا على اكثر من 11000 شهيد وعشرات الالاف ديال الجرحى والعشرات الالاف اللي هم تحت الانقاض، وبالتالي الواجب الانساني الواجب الديني واجب الانتماء الامه العربيه والاسلاميه يطالبون اليوم بالوقوف والتنديد والتضامن بشكل مستمر حتى يرفع هذا الحصار وحتى يسترجع الشعب الفلسطيني ارضه حره كامله غير منقوصه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ظهرت حقيقه، حقيقه الغرب الذي كان ينعتنا ويصفنا باننا رجعيون لا ديمقراطيون، واليوم الشعب والشعوب العالم بما فيها الشعوب الغربيه تنادي بتحرير فلسطين بالحريه لفلسطين، لكن الحكومات والمؤسسات الرسميه الغربيه تدعو باباده اخواننا في فلسطين. الولايات المتحده الامريكيه التي انتجت وتنتج العديد من الافلام تسويقا باعتبارها حاميه للعالم، لكنها الان وبصوت عال تنادي باباده اخواننا في فلسطين، وشتان ما بين السينما والواقع. الغرب ينتج مجموعه من الافلام الوثائقيه وكيف يتعامل مع الحيوانات، بل تنتج مجموعه من الوثائق وهناك عمليه جراحيه لحشرات بملايين الدراهم، ولكن في المقابل هؤلاء انفسهم ينادون باباده اخواننا في فلسطين. لقد ظهرت الحقيقه اليوم واصبح الامر واقع. الكل لقد انتصرت المقاومه لانها حررت العقول البشريه في جميع انحاء العالم، والان الحراك انتقل من الدول العربيه الى الغرب، وهؤلاء الى الغرب بالاف المؤلفه يخرجون في واشنطن وفي مدريد وفي لشبونه في كل بقاع العالم، يخرجون عن بكره ابيهم من اجل الدفاع عن هذه القضيه العادله الانسانيه الاسلاميه العربيه. لقد انتقل الحراك ونخشى على انفسنا قوله تعالى: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اخواني الكرام، اليوم لا بد علينا من مقاطعه كل منتوجات التي تنتمي الى هذا الحراك النازي الفاشي الذي يقتل اخواننا في فلسطين، وكذلك لا بد علينا من فضح هؤلاء من عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وان نوصل هذه الدعوه الرحيمه لكل شعوب العالم، ولا ننسى الدعاء لاخواننا الكرام. واختم بقول الشاعر: الحق ابقى وان طال الزمان به، والشر اخيب ما اوعيت من زادي. اليوم بالصفه ديالي كمواطن حر لاجل وقف الاحتجاج وتضامنا مع اخواننا في بيت مع اخواننا في فلسطين في بيت المقدس. اليوم جينا معايا الجمعة ونقول لا للاغتصاب، لا للصهاينة، لا للظلم، لا للابادة الجماعية. واليوم جينا كنساندوا الاخوان ديالنا في فلسطين ونساندوا حركة حماس اللي هي حركة مجاهدة، حركة تحريرية وليست منظمة إرهابية كما ادعى اللجنة له وبايدن والغرب. حماس هي حركة مجاهدة تقاوم لأراضيها، ونحن اليوم نطالب بتحرير أراضي فلسطينية بأكملها وتكون عاصمة ديالها القدس وليس القدس الشرقية كما يدعي البعض. اليوم وصلنا للنهاية، اليوم احنا في نهاية الخلاف، ونقول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يسكت التطبيع، لا نستطيع مع الكيان الصهيوني.
كشعوب ونحن كشعوب لتحرير العرب ولتحرير العرب الفلسطينيه لتحرير العرب الفلسطينيه فسنكتبون التاريخ فسنكون في التاريخ كما كان اخواننا من قبل لا لنكتب